للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية الأستاذ كامل العبد الجليل. نصبح عليك بالخير أستاذي الفاضل. كيف سيساهم مشروع ربط مكتبات الكويت مع الفهرس العربي في إثراء الحياة الثقافية بالكويت؟ صباح الخير، وفي الواقع أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وأشكركم على هذه الاستضافة لنتحدث أكثر بعد أن شاهدنا هذا التقرير الذي قام به برنامجكم المتميز عن الاحتفال بتدشين بوابة مكتبات دولة الكويت في الفهرس العربي الموحد تحت راية وبالشراكة مع مكتبة الكويت الوطنية. نعم. هذا يعني أن المكتبات الكويتية المشاركة في الفهرس العربي الموحد سوف تفتح قواعد بياناتها وما تقتنيه من الكتب والمجلدات والدوريات وجميع الإنتاج الفكري تعرضه للقارئ العربي والباحث والطالب على امتداد وطننا العربي الكبير. طبعا لا شك في البداية أؤكد بأن تفضل معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان صباح السالم لحمود الصباح يوم أمس وحضوره ورعايته لهذا الاحتفال يتجلى فيه تماما اهتمام وحرص معاليه والحكومة الرشيدة بدعم المسيرة الثقافية والنشاط الثقافي في دولة الكويت وانفتاحها على العالم العربي. وأيضا الفهرس العربي الموحد الذي يتخذ من مدينة الرياض في مكتبة الملك عبد العزيز العامة مقرا رئيسيا له، يخدم حتى الآن 8 دول انضمت عربية إلى هذا الفهرس. دولة الكويت كانت يوم أمس الدولة 8. حرصت مكتبة الكويت الوطنية حرصت جدا على انضمام دولة الكويت بمكتباتها إلى الفهرس العربي الموحد لنشر المعرفة والثقافة الكويتية الوطنية إلى الدول العربية كافة وإظهار ما لدينا من ذخائر وكنوز من الكتب القديمة. طبعا مكتبة الكويت الوطنية عريقة، تأسست سنة 1923 ميلادية وتحتوي على مجموعات هائلة من الكتب والمجلدات والدوريات والمخطوطات والوثائق القيمة التي يجب أن يعرفها العالم العربي وأن فعلا ننشر ثقافتنا وما لدينا من رصيد ومخزون كبير نتميز فيه في دولة الكويت. جميل. الأستاذ كامل عبد الجليل، بالحديث عن هذه المكتبة التي عمرها يعني من سنة 1923 كما ذكرت حضرتك، بالعدد مثلا كم تحتوي هذه المكتبة من كتب ودوريات ووثائق، يعني قد يصل عددها طبعاً تقريبا؟ طبعا الآن نناهز 500,000 كتاب ومجلد عدا الدوريات. وطبعا هذه الحقيقة في مختلف التخصصات، كتب الأطفال وكتب العامة المعارف العامة، كتب التراث والتاريخ الوطني، وطبعا هناك المخطوطات، لدينا 2700 مخطوط أصلي ولدينا 5,500 تقريبا من المخطوطات المصورة، ولدينا الحقيقة أعمال نسميها الفنية السمعية والبصرية مكتبة كبيرة. كلها أستاذ كامل، هذه كلها تعتبر نتاج لموروث كويتي بحت، أم أن هذه المكتبة أيضا تحتوي على مثلا كتب عربية أو وثائق عالمية؟ تضم كل ما يعني يخطر على البال من تنوع كبير في مجال العلوم والمعارف المختلفة. فهي الكتب الكويتية، جميع الإنتاج الفكري الذي تم لمؤلفين كويتيين وغير كويتيين على أرض الكويت، بالإضافة إلى الكتب العربية والأجنبية، ولدينا كتب كثيرة أيضا بلغات أخرى. جميل. الفرنسية والألمانية والإيطالية حتى اليابانية عندنا كتب. فطبعا إهداءات من السفارات وإهداءات من المراكز الثقافية والإعلامية خارج الكويت تحفظ وتعرض هنا في مكتبة الكويت الوطنية لتكون بالفعل ذاكرة وطن وتعرض الإنتاج العالمي لتقدم رسالة مهمة في الحضارة الإنسانية والثقافية. أستاذ كامل، يعني خلينا نوضح لمتابعينا ومشاهدينا الكرام أن هذا الفهرس العربي هو امتداد للفهرس العالمي اللي تتبع نظامه مكتبة الكويت الوطنية. من حيث أن تقومون أنتم بتصوير الكتب ومن ثم وضعها على طبعا سايت معين خاص في المكتبة
بحيث أن الباحث في هذا الفهرس، الفهرس العالمي أو حتى الفهرس العربي، يستطيع أن يدخل على هذا السايت أو هذا النت ويبحث في العملية، صحيح هذا الأمر ولا توضح لنا يا أكثر؟ إلى حد ما يعني صحيح الكلام. حقيقة إحنا بكل بساطة ما تم إنجازه يوم أمس بفتح بوابات مكتبات الكويت في الفهرس العربي الموحد، هذا يعني أن القارئ العربي في أي مكان يستطيع أن يدخل إلى الفهرس العربي الموحد ثم إلى بوابة الكويت ويتصفح فيها المكتبات، على سبيل المثال جامعة الكويت، مكتبات جامعة الكويت ومكتبات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مركز البحوث والدراسات الكويتية، مركز البحوث التربوية التابع لدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من المكتبات اللي موجودة في الكويت. كذلك وطبعا بالبداية وعبر نافذة الرئيسية اللي هي مكتبة الكويت الوطنية، فيستطيع أن يحصل في كل مكتبة من هذه المكتبات على قواعد البيانات الخاصة بفهرسة وإيداع الكتب، إن كان يبحث في مجال الجيولوجيا على سبيل المثال في بلد ما، منطقة ما على الأرض، ويبحث عن هذا الكتاب ويتصفح، ربما يجده في الكتب المودع لدينا في مكتبة الكويت الوطنية، ربما يجده في الجزائر أو يجده في مصر أو يجده في البحرين. هذا إنجاز كبير وضخم أستاذ كامل اللي أنتوا قمتم فيه بصراحة. هذا ييسر على الباحثين والدارسين سهولة يعني الحقيقة البحث، وييسر عليهم الوقت والجهد ليحصل على المراجع التي يحتاجها بأسرع وأفضل طريقة ينجز فيها بحثه أو رسالته في الدراسات العليا أو كتاب جديد يؤلفه. فنحن نخدم القارئ على امتداد الوطن العربي، ونقدم له أيضا بشكل مباشر ما لدينا نعرضه ونفاخر فيه من ذخائر الكتب والمتنوعة القديمة والجديدة أمام القارئ العربي، لبيان مدى ما لدى الكويت من إمكانات ثقافية كبيرة وما نحتفظ فيه من رصيد هائل من الكتب. نعم، هذا دل يعني دل على أن إنشاء المكتبة الوطنية في سنة 94 بعد الغزو ما تم إلا من خلال أهمية حفظ الوثائق الكويتية وغيرها من أمور. إحنا بالفعل كنا شاكرين لك على هذا اللقاء. أستاذ كامل، بشكل سريع، أنت ذكرت بأن المكتبة الوطنية الآن كموقع يعني على الباحث عندما يريد أن يدخل يكتب مثلا فقط مكتبة الكويت الوطنية، هذا صحيح؟ أي ممكن طبعا بكل سهولة يدخل عن طريق المكتبة الوطنية، عن طريق البحث الآلي. بالضبط بالضبط، أو حتى عن طريق الآن أصبحنا الفهرس العربي الموحد الذي طبعا هو مشهور جدا. جميل. في جميع مراكز المعلومات والمكتبات والجامعات الفهرس العربي الموحد هو البوابة الرئيسية، ثم بوابة الكويت يدخل من بعدها. جميل. طبعا لا شك هذا يعزز دورنا كما ذكرنا بأن قانون إنشاء المكتبة كما تفضلت الأخت بأن سنة 1994 عندما أنشئت مكتبة الكويت الوطنية هدفها الأول هو توثيق تاريخ الوطن وعرضه داخل وخارج الكويت، ونحن نسير على هذه الخطة إن شاء الله. جميل. جميل. جزيل الشكر للمدير العام لمكتبة الكويت الوطنية الأستاذ كامل عبد الجليل، شكرا جزيلا لك. عفو، هذا واجب، وأشكركم جدا على بإعداد هذا التقرير وهذه المقابلة. شكرا لكم. شكرا. شكرا.